السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتم؟ مزيان. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. البنات، جيتكم بواحد الفيديو جديد، واحد الفيديو زوين ديال واحد العروسه اللي داير لها واحد الحفله، وواحد العروسه مسكينه ما كتهضرش وما في حالهاش، وجاو البنات وتفاهموا وتضامنوا باش انهم يديروا لها هاد العشيه هذه حنينه، ودار لها البيسات وواحد النقافه صراحه الله غزاله، تكلفت لها بكل شيء. وعاد زائد البنات من الجروب، كاين اللي تكلف لها بحلوه، كاين اللي تكلف لها بسميتو بعساوه، كاين واحد دي جي دارت لها خدمت لها حتى هي غزاله صراحة الله. أنا كنشكرهم بزاف بزاف، وهاد العشية دازت غزالة، تنظيم ولا من ناحية ديال يعني كلشي داز زوين، وتبارك الله حتى العروسة طلعت غزالة. المهم البنات، هانتوما خليكم معايا وتبعوا معايا العشية ديال العروسة ديالنا كيفاش دازت. صراحة دازت عشية زوينة بزاف بزاف، أنا والله القسم إلا يعني أنا عجبني الحال على هاد العمل اللي داروا هاد البنات، على هاد الشي زعما صراحة اللي داروا مع هاد البنت هادي. الله يجعلها لهم في ميزان حسناتهم، وكنتمنى يعني بقاو ديما يديروا بحال هكا مع البنات، يفرحوا العرايسات عندهم الاجر واجر كبير. يلا هالبنات، نخليكم شوفوا معايا الفيديو وحضروا معنا في العشيه ديال العروسه ديالنا، وما تنساوش دائما لايك 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 باش يوصلكم الجديد ديالي، وبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم. يلا هالبنات، فرجه ممتعه. البنات، العروسه ديالنا هي سالات الحنينه ديالها، وكما كتشوفوا معانا هذه حتى هي راه واحد الحنايه كانت حاضره معانا حنينه انا وياها، وهذه اللي من مورايا كتشطح، هذه راه زين بالمراني. دي تجي معروفه هي اللي خدمت ليها عساوه، تبارك الله عليك اختي. صلى الله عليه وسلم.
بديتي من هذاك وحيد.